السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف برنامج اسمه اسبكي. البرنامج دوت من أفضل البرامج اللي بتعرف بيها إمكانيات الجهاز بتاعك. مجرد إن أنت بتقول له أنا عايز أحمل الحاجة، فبيقول لك أنت عايز حاجة بروفيشنال ولا عايز حاجة فري، فبتقول له فري وتبدأ تحمله. فبيبدأ يعمل لك الداونلود، فبيجيب لك إمكانيات الجهاز بمجرد إن أنت ما تسطبه. والميزه ان هو مش مجرد امكانيات الجهاز ثابته، لا ده هو بيجيب لك لايف، يعني بيقول لك مثلا في انت مسالك قد ايه من الرامات حاليا في اللحظه ديت، تمام، الامكانيات بتاعت الجهاز، الاستورج، الجرافيكس، فممكن حتى تختار بين المتريك والامبريال الوحدات، عايز تشغل بين وحدات وتختار اللغه زي ما انت عايز. وبعدين ممكن تبعت التقرير دوت تقول له سيفولي كملف اكس ام ال او ملف تكست، تمام، بحيث ان انت عايز تبعته للشركه تقول له دي امكانيات الجهاز بتاعتي معترض عليها، عايز امكانيات اكبر.